في حالة دفاعية. بينما هذه الكرة داخل منطقة العملية، واخطر فرصة، الخطورة تتواصل، لكن في الأخير الكرة خارج الإطار. برج بوعريج، بينما هذه الكرة من هناك، وصول الدفاع إلى الركنية، يوقف كرته كما يجب أمام لاعبين اثنين، ثم زرقان يأتي للمساندة، بوداوي، بوداوي المراوغة الأولى ناجحة، التمريرة ذكية وضعت هذه الكرة. لوسيف يحتفظ بالكرة، يمرر، تبادل كروي ثنائي، عمل ثنائي متميز، لكن الأفضلية من الجميع كانت لهذا الحارس الشاب يونس محمد رضا. وكذلك اللاعب خريفي، شوف القوة التوغل والسرعة تاع هذا اللاعب، شوف هاي الكرة رجل لرجل تفوق فيها بن عياد، بن عياد يبعد عن التسديد، وجميل تسديدة نقدر نقول على يمين الحارس يونس محمد رضا، هدف أول بعد ما ضيع بن عياد قبل هذه اللقطة، عاد وتمكن من افتتاح باب التسجيل. لما تعود بن عياد يتوغل يسدد، وغربي في التغطية، بن عياد أمامه ثلاث لاعبين، بن عياد يغير تماما، ذكية هذه التمريرة، ذكية، والهدف الثاني من طاهر يعتقد، أو من عيجي، نعم عيجي في وضعية مناسبة يتمكن من إضافة هدف ثاني تحت تشجيعات وتصفيقات أهل البرج. المؤذن في حالة بدنية مقبولة جدا، تمريرة على الجهة اليمنى، يتوغل يراوغ، يسقط في الوقت غير المناسب، تبقى الكرة برايجية، ربما غربي سداد، والحارس مساوي. الأمر الواقع، الكرة تنفذ، التسديدة والهدف، لكن في وضعية تسلل، ذكية هذه الكرة وهذه التسديدة، يعني الوضعية واضحة. مسعود شوف خروج لاعبين نادي كل اللاعبين خرجوا لحامل الكرة أو لمسدد الكرة، وكل لاعبي نادي أهلي برج باقوا في مكانهم. على كل وصلنا إلى ختام هذه المباراة، تفوق مستحق لنادي بارادو على أهلي برج بوعريج بهدفين دون مقابل.